السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شام زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفي نافدي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف خاوتي خواتاتي، ما تنسوش تبارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا بتلك خاوتي باش تفعل إن شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. وما تنساوش تكليكو في الجرس باش يلحقكم لي نوتيفيكاسيون تاعنا تاع لي فيديو بإذن الله. وما تنساوش تروحوا للسيت تاعنا اوروفينا.com تشوفوا كل الأخبار الرياضية بإذن الله. وفوالا خاوتي، اليوم كالعادة باش نتكلموا على حاجة في فائدة الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني. للأسف الأزلام الزطشية بدأت تخرج، وكما فضحناكم امس فضحناكم المخطط تاع الازلام الزطشيه اللي قامت بتحريض اللاعبين على التغريدات في الانستغرام، وداو دي فو بروبلام. حنا فزنا بست اهداف مقالها بالهدف واحد، تمنينا نقعدوا فرحانين بالنتيجه ونحكوا على المباراه القادمه، ولكن للاسف الازلام حوسوا يستثمروا في المنتخب الوطني، يستثمروا بالناخب الوطني الجيم الماضي، حابين يخدموا به باش يردوا ناصطي وجدراع. هذا هو المخطط قاسما بالله يا خاوتي، المخطط هو رجوع زطي وش هو الايام بيننا وتسمعوها اختي، باسكو عمره ما بقالاش قد اللي فات، ما راه في باب المثل. لهذا خاوتي اليوم جبت لكم ديكلاراسيو الاخضر باللومي يصفع الازلام الزطشيه. بعدما واحد الوقت كانوا دايرين الاخضر باللومي لاعب الدولي السابق والنجم نجم المنتخب الوطني سنوات الثمانينات، لاعب ساحر يحصل لي الشرف انني تفرجت الاخضر، لاعب كبير ما في الاخضر كوما جوار حاجه كبيره. رد لكل الازلام الزطشيه، قال لهم هادو دي فو بروبليم راكم تهضروا فيهم، غادي نسمعوا لا ديكلاراسيون تاع الاخضر باللومي. عجبني الاخضر، ما ادري كاين امور اللي انا ما نفهمش انا وياه فيها، قضيه على راديوز وهذيك تعرف موقف تاعي باين، ولكن الاخضر في هذا الامر نحييه على الديكلاراسيون. الاخضر لعب في التيف، لعب في الغاز، لعب في الطارطون تاع الطارطون تاع الكيلا شاولا هاك طارطون كيما هذاك تاع الجامباز وتاع لي ماتش لي فوتسال، هذاك هو طارطون، هذاك كارثه. هذا ماشي تاع دروك راه انا قاطع دروك، وقال لعب في دي تيرا كاتاستروف، وقال لك هذا تيرا عادي نورمال. قال لك لابريف ربحنا بستة هذوك، نسمو خاطر لا ديكلاراسيون تاع الاخضر اللي نحيوه. هما داك العام داوه مع البنين حسبوه شراوه، اليوم غادي يزعفوا عليه ازلام زطشيه ويحاولوا يديروا له الخلاط مع الناخب الوطني. دوك يديروا له الخلاط مع بالماضي، هادو الشواطين المشيطين، تاع الاخضر يبقى الاخضر وبالماضي يبقى بالماضي ناخب وطني ناجح، والاخضر يبقى الاخضر بلومي اسطوره الكره الجزائريه احسن لاعب ما يطيق حتى واحد يمسح الاخضر. باغي في البوليتيك يخلطوا هكا مخلطها بابا، تاع الاخضر يبقى الاخضر. اسمعوا خاوتي، قالت الخضر قال لك حنا نعرفوا كرة القدم والنتيجة هي تاعك، كلام في الصميم. الخضر باللومي غني عن كل التعريف، لعب في التيف تاع معسكر دا شامبيون في 84 الله اعلم، ولا 84 سيسا مع 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 معسكر مع الغاليا في ستة تاع التيف، لعب في التيف، لعب في ستة كاتاستي، لعب في عين المليلة، انا تفرجتها في الامسيو، لعب في التيف، لعبنا في التيف تاع في عين المليلة، لعبنا في القن، لعبنا ليبوك، لعبنا كاع في التيف تاع وين لعبنا ستة تاع كي دايرين التيف ترا في عين المليلة. هاي لعبنا وبوف كانوا نديرو قد يقول دي جوار تاسبا وتلعبوا في التيف يا صاحبي في الترا في البلوك، كانوا يديروا دي كرو ماتش كيضربوا كلشي يديري كانني شو قطن، راه عايشين في القطن. هاد لي موان تاع دروك عطيتهم الاخضر وتاسبا وتا ليبوك
شيء يقول لكم، ولعبوا وهذو مساكن دي بلاصه، وفي في طائرات عسكريه، وكانوا يلعبوا باطل ما يدوش لي بريم تصفوت، مسكين كان يجيب البي مكانكم اوكسيل من جيبه، كان يركب في الطيارات العسكريه، ودي فوا يديروا لي سكال في روما، كانوا يقعدوا يومين باش يلعبوا، وكانوا يمثلوا المنتخب الوطني احسن تمتين، وعمرهم ما تمشوا في هذه الامور هذه. ولكن للاسف الان راهي عصابه من تسير المنتخب الوطني. نتمنى الناخب الوطني يستفيق قبل فوات الاوان، لانه هاد الناس والله يكون لهم داخلين لك في عين، هم يحوسوا يديروا لك الحقودات، المشاكل، دي فو بروبلام، ما على باليش انا دوك هذا ربحنا بسته باش نزهاو، وتقولوا لنا اصطاد مؤامره، دوك نجيب لكم سوجي، كاين سوجي شباب تاع نمبر ورا اليوم خرج البارح وبعد يبلبل، دوك نجيبوا لا ديكلاراسيون تاعك كوالد عظمى. الحاجة اللي ما اللي راهي مدوختني، باغين يردوا دراع، دوك هما من تنحى هذا الديريكتور تاع تاع ستات، صاي زعما صاي نهاية العالم، من بعد نديرو السيجي على الديريكتور وعلى تيرا اسكو يوجد كونتر كونتر الاخرى، كونتر بوركينا فاسو ولا يوجد ولا ما يوجدش، نهضرو غادي نهضرو في الشباب بإذن الله. دروك الخضر قال لك من بكري كاين بروبلام تاع غاز في الجزائر، قال لك التيرا الا كان مشي مليح مشي مليح علينا حنا زوج، حنا ربحنا بستة حقيقة. تيرك كان ناقص، مشي كاريتي كاريتي تاع الكواليت كان ناقص، ولكن الأزلام الزاتشية بغاو يردوه للشعب الجزائري كاريتا. اسكو كجوار تبليسة قولوا لي، كجوار تبليسة جبدوا لي، ما نجيب لكم سطاد شباب ولا نديفوندي على سطاد ولا، بصح كانت كاينة عوامل، باسكو أنا ما حبيتش المنتخب الوطني يدير حصة تدريبية يوم الأربعاء الماضي، نورمالمون سطاد يرقده يخليه غير النيجر باش يكونوا، ولكن للاسف راهو ترينو فيه فايت جوج سوايع، بالك داروا فيه كاع لي تاكتيك تاعهم، دوك ما على باليش اسكو فلان على حق ولا. انا نعرف لاجيني من بكري تدرب في سيدي موسى، ما عرفتش شكون اللي دار هذه العقليه وبوسعهم باش يروحوا راهم فايت عامين ما تريناوش في البدايه يا جماعه، في البدايه يا جماعه كاين ترينو غير سيدي موسى وعندنا، ما فهمتش ما ندخلش في الطابع سي باسكو بديت نعيا، باسكو تشوف هاد الامور راسك كي روحنا. المهم رانا مع المنتخب الوطني، رانا مع الناخب الوطني، راه بنو قال لي قال لك بلي انا نعرف كرة القدم، مليح في كرة القدم، والاخضر مي يهضر هكا راه في الاخضر بلي عارف بلي الناس راهي تخلط، باسكو الاخضر ما يتمشى لهمش، باسكو الاخضر تعب، والاخضر تاع بوفوار تاع دولة تاع سلطات تعب، والاخضر الاخضر قال لك انا ما ندخلونيش في الدولة، انا باش نقول مؤامرة ندخل في الدولة، انا ما ندخلش في الدولة الاخضر قال لكم. هادوك قال لك راهم يحوسوا، راهم ينتقموا على اللي الدولة نحات زطيبوش، هادي هي والله باينة وضوح الشمس، هادو راهم يحكوا باسكو زطيوش راح الغالي راح راهم ينتقموا. هذا ما كان نقدر نقول لك الجزائر فيها بروبليم تاع كليما، بروبليم تاع الممالح، الغازون تاع الشر ما خادمين لا بيبينيير، دوموندو مستحيل انت من خدام ولا يردك دير لك برنابيو، عطيه لي موا يوري لك واش تحب، والله العظيم دي فو بروبليم. قال لهم الاخضر قال لك الاخضر قال لك حنا ربحنا بسبعه بسته تمام، اي ما كتوش الحس بور هي ما بوسي حتى جو من النيجر وهضروا باقي لنا ماتش نهار ثلاثه، بعد يقولوا لا داروا لنا فوضى بيرتي باونا، انتوما بيرتي بوتونا بهذا لي انستغرام تاعكم، خطونا مشاكل يا سيدي، هاد الازلام بزاف شي مشاكل، لقيتو جوار الوايا ها باسكو خدمتو بالاسم الكوتش، الكوتش قال لك ديرها اسكا دوز ديرها، تمام التاريخ لا يرحم حاجة قاعدة ولو نورمال، تاريخ الآن يرحمكم. تحية لكم خالتي، والأخضر نحيو هذا المنبر، كلام جميل، تحية لكم خالتي ونضيف، والسلام عليكم.